إبليس هو والجمال ساكن فيك إبليس هو والجمال عسل طيب ملي أمين أنت عضو المكتب ديال رابطة الموسيقي الحسانيين أولا عرفنا بنفسك أنا اسمي مولاي أمين مواليد 75 العيون طبعا وعضو رابطة الموسيقيين الحسانيين وفنان وإعلامي شيئا ما يعني كيفاش أولا علاقتك بهذا الفن هذا كيفاش بدأت؟ أنا الفن مارسته من الصغر من التسعينيات مارسته في المدرسة طبعا أول شيء ومن بعد مركت على دور الشباب ودور الثقافة والأندية الفنية طبعا الشبابية وهي اللي استمريت فيها فترة من الزمن ومن بعد اعتبرت راسي والله قاعد الجماعة اللي معايا كاملة زملائي كاملين اللي في سني اعتبرنا روسنا محترفين والله نميلوا للاحترافية نعدلوا الفن الحساني مهنة مثلا والحمد لله استمر الحال. نعم عرفنا بهذا الفن الحساني كيف ممكن نعرفه؟ الفن الحساني فن كيف الفن كامل موسيقى خاصة بهذا العنصر اللي ينقال له العنصر الحساني هي معناها مثلا عندنا موسيقتنا الخاصة فيها بحورها وفيها ظهورتها اللي خاصين بنا احنا مثلا الفن العالمي تقريبا يعامل فيه أذرة ظهورة تقريبا بينما نحن عندنا 8 إلى 10 قاع من ظهورة في الموسيقى من عند بن وهيب إلى البتيت من حسبه بن وهيب سيني فاقو الكحال زراق البلاوي الكحال البياض الليجن البتيت القنيدية هذه مقامات عندنا احنا خاصين وموسيقى العالم كاملة تقريبا في مقامين عندنا احنا عند البيضان فالكحال هو اللي دائما اعتبرت الموسيقى العالمية فيه العربية والغربية ذم دول نشتركوا احنا هو في مقامين اللي هما الليين وفاقوا تحرار هذه السودان مثلا ومصر شيئا ما ذم ارتباط يقير ما هو كبير قلت لك ذلت مقامات تقريبا عندنا احنا شاملي الموسيقى الدولية بينما نحن عندنا 5 ولا 6 فوقهم خاصين بنا احنا هذه هي الموسيقى الحسانية اللي طبعا المجتمع الحساني في الأصل كان عنده مادة معروفة بهذا الفن شريحة من المجتمع قال هي قاون مفهوم هذاك هي هم الفنانين ذاك فهمت حاملين هذا التراث وعاتنين عليه بالتدينيت وباردين وبالشعر وبكل شيء بينما ذاك احنا هذو اللي مالنا من ذيك الاصول الفنيه نسماه هوات عند المجتمع الحساني فهمتني ذيك الهوات هي اللي اخترنا احنا نقلعوها ونحاولوا كان عدو محترفين مع المجتمع ما كان قابل وكبرنا سابق وقتنا بين الله تخمام في هذا الشيء والمشي فيه تضحية فهمت وراجعين بعد على ان تقدمنا الحمد لله عاد مثلا انا مثلا اللي راجل من العرب والله من الشرفة والله من الزوايا قدمت هو المسألة عادية كسرنا ذاك الحاجز اللي كان المجتمع ما بيقبل لنا فهمت معناها ان ذا باطموش الفن وكانه مهن يعني ماشي بعين الرضا ماشي لا عندنا احنا لباس عاد درك الحمد لله عاد ينتظر لنا نظره عين الرضا من ناحيه المجتمع احنا مالنا اللي مالنا من اصول فنيه عند المجتمع اللي هما يلقاهم ويلقاهم ما هم اصل يقيوا هذه ما هي اصل يقيوا عند المجتمع الحساني هو الفنان فهمتني ولكن ما هي اصل شيء من الناس احترف كيف الحداده وكيف الحلاقه وكيف تحترف حرفة يسموها لك المجتمع يعودين قال لك الحداد مثلا ضارك قال لك ذوك حدادين وذوك حدادين الفنان ذوك ذاك يقي وذاك يقي وذاك يقير هو ما هي أصل لا مهنة حرفة يتبناها الإنسان يعود فيها
وينطلق عليه الاسم. يعني انتم دريك محترفين، ما عندكم شي موريد رزق اخر من غير عندنا؟ ما عندكم موريد رزق اخر من غير الفن؟ فينا وفينا، خالق اللي عنده الحمد لله وظيفه، وخالق اللي عنده يشتغل في الانعاش، وخالق اللي فهمت احسن العوان مستلزمات الحياه تفرض عليك، تفرض عليك ممكن تعيش غير بالفن، لان الفن ما فاتعات مصدر عيشه عندنا. فهم شيء ما الحمد لله نستفادوا، ولكن ما هو مصدر عيش. لك فهمتوا؟ معناها كي لعبت فنان لا بد لك تعود تزاول مهنه ثانيه، اياك تقد تعيش، لا يعاونك الفن من ناحيه فهمت، ولكن الاستمراريه، استمراريه ذيك ذاك المعاش ما يصلح له الفن به. اللي بانه الفن الحساني عنده مكانته في الفن المغربي ككل، كاينه مكانته. حق بعض، كاين المكانه الكبيره اللي ولانا جلاله الملك نصره الله ولاوها لنا مولات للامانه، مولي الجهات المعنيه كتعاون معنا وكتعاوننا، وفم فم قلت لك انه فم امل كبير على ان شاء الله تعالى نحقق ذاك اللي ندوره بالرقم، بعلن فم قدر من القصور، ولكن مولي ولكن بعد معترفين بالجميل جلاله الملك نصره الله والجهات المعنيه في جهه العيون الساقيه الحمراء بذا الميدان كامل، فم قطعا يدعم ويدعمونا، ولكن تم احنا لا نقولوا فم نوع من التقصير، ما دام ما دمنا ما جبرنا ذاك اللي ندور. هاك فهمتوا؟ ونختار من المنبر، منبركم انتم طبعا اللي اعطانا اعطاكم لنا مولانا، نختار مولي نوجه رساله للجهات المعنيه طبعا في الجهه من عند الوزاره للجهه هون هذو، نختارهم يمدون يد العون، ما هم باخلين شيء غير ما نختاروا ذاك ينزل. شنو طبيعة الدعم اللي كطلبوه؟ شنو طبيعة الدعم اللي انتم طالبينه؟ فما أنواع من الدعم، وأساسها تكوين، تكوين أساسي، لأن إنسان في مهنة ولا في هواية ما هو متكون، ما يعرف، ما عنده باش يسير الركب، ما يقدر يستمر، التكوين هو الأول. والتكوين طبعا يقدر يصلح إلا بالمادة، دعم المادي، وياش برناهم ولي زين فينا. دعم التكوين ذيك يقدروا يجابوا لنا فنانين كبار يقروا الهواة، ويقدروا يعطوا لنا آلات موسيقية، ويقدروا يعطوا لنا دور للتدريب، وبدنا يعطونا واسع. هذا هو سؤال، يعني واش هاد التركه اللي طالعين دريك كيهتموا بهذا الفن؟ هاد التركه اللي طالعين دريك واش كيهتموا بالفن الحساني ولا كيمشوا للميول الفنيه اخرى؟ فهم بالنسبه لنا احنا فهم طبعا العالم عالم سرعه. الموسيقى الحسانيه تراث ويلا يحافظ عليها، ولكن مول يلا تم مواكبه ركب التطور. معناها شنو؟ معناها على الموسيقى الحسانيه نقدو نخلوها في اطارها هي التقليدي، يا قال نرفدوها مولي، ياك يفهمها العالم وياك يعرفها العالم وياك تنتشر في العالم. لان الموسيقى رساله، موسيقى رساله مهمه. اي مجتمع اسوى شنو هو عنده تراثه وعنده موسيقته وعنده مسائل اللي يبقي يعرف عليها الاخر. احنا عندنا تراث نعتز به طبعا، خلاونا الاباء والاجداد، ومن ضمن الموسيقى ثبت ونختاروها تواكب هذا العصر. معناها على ان الشباب الموسيقى الحسانيه عاتن عليها، يقدر يختار يديرها في اطار عالم السرعه. مثلا المثال هناك بعض كلمات حسانيه، ولا هناك بعض لحن حساني، ولكن لا نكيفوا معاه ندخلوا الات ثانيه غربيه وشرقيه وكل شيء، اياك يعود المستمع الى سمعه يتقبله. نموذج مثلا معلومه متميداح، هذيك هذا نموذج ديال هذا نموذج معلومه متميداح، وفنانين اخرين، فنانين اخرين عندك، عندنا احنا هون عندك ناجم عمر الله يرحمه، عندك بوسعبت المدير الحمد لله راهي موجود، هذو عندك سالك التروزي، عندك هذو كاملين في اطار في اطار الرابطه هون معنا، هذو
يعتبروا عمالقه من عمالقه الموسيقى الحسنيه اللي طوروها في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، فهمت؟ المعلومات اللي داهم لي نموذج واضح على التطور. وكيفاش دخلت ايضا موسيقيين غربيين مشغل الالات؟ ها؟ دخلت موسيقيين غربيين. ها دخلت موسيقيين غربيين، ذا هو اللي قلت لك. ذا هو خاصنا احنا نعدلوا، خاصنا شنو؟ خاصنا التكوين اللي قلت لك قبيله، في طار علينا يجابونا ولو اجانب ويدخلونا الموسيقى العصريه الاجنبيه من المازجوها هي والموسيقى الحسانيه، ونبدا نعدلوا اغاني ونعدلوا نوجهوا الرسائل اللي المجتمع لا يتقبلها والمجتمع الاخر لا يتقبلها. احنا علاش درك نسمعوا موسيقى يوسندور مثلا سنغال؟ يوسندور فنان عالمي، احنا موسيقته زينه عندنا. يوسندور مركز علاش؟ الات موسيقيه تقليديه سنغاليه، ولكن مدخل موسيقى الغربيه، ولكن عاتن على لاباز ديالو هما الالات التقليديه السنغاليه، من الاردين من التيدينيت من الطبول من كل شيء تقليدي، ولكن اللي تسمع الاغنيه يسمعوها الامريكان ويسمعوها فرنسا ويسمعوها البيضان ويسمعها الناس كامله تقبلها وزينه عندها. ويشارك ملتقيات فنانين موريتانيين وحدين ثانيين اهل النالنا حملوا الموسيقى الحسنيه طوروها عاد 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 مقبوله. فنانين صحراويين قبلوا الموسيقى الحسنيه وطوروها، درك خالقين اغاني الى خرص اليوتيوب لا تجبرهم عندهم. انا كاع من راسي عبد الله قلت انا عندي اغاني في اليوتيوب تخرص مليون مليونين من الناس. تجب عليهم تخرص لا تجبر، اغاني عندنا مبثوا القنوات المغربيه ومقبولات في اليوتيوب، عندهم مليونين ثلاثه مشاهدين. خالقين فنانين صغار مازالوا صغار، شاب وشابة عند الأغنية سميتها الوداع، درك شي ست شهور مشاهدينها قريب من 4 ملايين 3 ملايين زايدة. معناها الموسيقى المتقبل خالق غير خاصك دير له الموسيقى الحسنية في طار لا يشد انتباهه لا يسمع. شنو المواضيع اللي ممكن تكلموا عليها اللي كتعالجها هاد الأغاني الحسانية أو الموسيقى الحسانية؟ ياسر المواضيع ياسر. عندك الغرام، عندك توجيه الشباب، توجيه المجتمع، توجيه الشباب مثلا نبذ التكاسل، الشغل العادات، يعتنى على العادات التقليدية، يعتنى على عادات المجتمع. خالق قادر من معنا فم عدة أغراض. كيف قلت لك غرض توجيه مهم، لأنه يعتبر يغير في المجتمع. شاب سمع اغنيه انا معجب بها وسمع اغنيه عندي ننصحوا بها لا يتبع ذاك اللي يقول اللي يقول، فهمت؟ عنده غرض الغزل كاين خالق المجتمع الحسني، وخالقين اغاني مشهورات ومبارك معاهم يعدلوا اللي مازالوا في الغزل. احنا عندنا خاص بينا النسيب. النسيب معناه شنو؟ معناها انا لا نعدل اغنيه على العيون، مدينه العيون مدينتي خالق بها وكابر بها ونبغيها لا نعدل عليها اغنيه، فهمت؟ لهي نعدل اغنيه على تيرس هذا سميته النسيب، فهمتني؟ نعدلها على المناظر الجميله في المدينه، نعدلها على الساحات، نعدلها على، فهمت؟ هذا غرض ثاني، فهمتني؟ هؤلاء الاغراض الثلاثه اساسا هما اللي ذم المدح الرسول عليه الصلاه والسلام غرض مهم، ويقبضوا المدح ويطوروه. وانا لما قلت انا شاعر ونعدلهم نعدل الشباب دائما الكلمات، شي قريب من شي 60 اغنيه درك معدل كلماتهم فيها المدح وفيها غرض التوجيه، اساسا التوجيه. نبقي التوجيه نميل له لاني ارى على انه يقدر يغير من سلوك الشباب. ومنها بالنسبه للموسيقيين دري فين كيشتغلوا بالاساس؟ واش كيحانوا مثلا يحانوا حفلات ولا كيديروا اعمال شخصيه ولا يشاركوا في الاعراس والمناسبات؟ يعني فهم نوعين من الشباب عندنا اللي يمارس هذه المهنه. فمنوع معتمد على الموسيقى، وذاك يفرض عليه يجلس المناسبات الاجتماعيه ويجلس المناسبات الوطنيه. مع المناسبات الوطنيه يلا الناس كامله قاعده تعود فيها، يقالهم يعتمدوا على المناسبات الاجتماعيه كيف الاعراس وكيف الاسامي وكيف، فهمت؟ فما
جانب ثاني من الشباب كيف قلت لك تعود عند واحد عنده كارطية نعاش يشتغل بالنعاش، يعود واحد عنده وظيفة، يعود واحد عنده فن. غير إذا بعد واحد النوعين هم الخالقين يعتمدوا أعلن الفن مباشرة الاعتماد عليه ما فات عاد خالق. إني أنا مثلا فنان وعايش لا بالفن لا لعت في المناسبات، والمناسبات هم اللي يجيك ظروف، يجيك ظرفية ما يخلقوا فيها مناسبات العطلة، يجوا المناسبات الاجتماعية يوقفوا لين تخلقوا عطلة ثانية. ما حد أزمة كورونا ما بعيدة علينا، أزمة كورونا فوتناها، ما عندنا شيء سوى شنو، ما هو مسألة واحدة. هذا المكتب اللي قال له مكتب حقوق التأليف والحقوق المجاورة الله يجازيهم، نختار نشكرهم من المنبر، نختار نشكر مدير دلال والجماعة اللي معاها كامل من منبركم على ذاك الدعم اللي عدلونا في ذيك الفترة وما زال مستمر، لأنهم احنا تقريبا واكبونا هون من 2019 هذو الفنانين يسجلوا في الحقوق، في حقوق التأليف والحقوق المجاورة، وفترة كورونا كاملة مضاوها من كل شهرين يعطونا دعم، ومازال ذاك الدعم الحمد لله مستمر، ونختار نشكرهم من المنبر. عادوا لنا مولي، هما زاد مولي عادوا معاونين، معاونين حتى في النك مثلا تصيب للفن، لأنك عالم داخل لا يجيك وانت اشتغل. فهمت حق بعض مولي الأمين، شكرا جزيلا لك.